الو الو، السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. احنا هنا في عيله محمد جودل تاني مره جايين لكم، علشان احنا حابين نجي لكم. المره اللي فاتت عيله محمد جوده عبد الله وحمزه كانوا معانا، واحنا عارفين انهم عاملين فيديوهات جميله جدا جدا جدا، فجايين معاهم النهارده عشان نحكي لهم تاني حدوته بعد حكايه الرز والملح. فاكرها يا عبد الله؟ دلوقتي انت بتقول لماما ايه؟ لو انت عايزة يا ماما ملح انزل ايه؟ اشتري لك، لان يا ماما الملح دلوقتي هو ميزان الاكل. الملح ايه؟ هو ميزان الاكل. برافو يا عبد الله. وحمزة دلوقتي عاد بيدي رأيه لو الاكل دلع، بيقول لها يا ماما لا الاكل دلع شوية، لا يا ماما اظبطي الملح عشان بقاش زي الملك اللي كان عايش على الجزيرة لوحده. ماشي. النهاردة هنحكي حكاية جميلة جدا 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 جدا. الحكاية دي يا حبايبي يا صحابي بتحكي عن واحد اسمه يوسف، كان له زهرة، فالقصة بتاعتنا اسمها زهرة يوسف. يعني ايه زهرة يوسف؟ يوسف دوت كان، بصي يا عبدالله، يوسف ده بابا كان عارف البستان الحديقة، بابا كان بيزرع بستان لواحد غني كبير قوي في قلب البلد. ماشي. وهو ماشي لقى ان في مسابقه اسمها مسابقه اجمل ورده او اجمل زهره. فيوسف ده كان بيراعي ورده معينه، الورده دي كانت في البستان اللي باباه بيزرع فيه الورد للراجل الغني ده قوي. ماشي. فجه استاذن الراجل الغني وقال له انا عايز يا عمو من عندك زهره عشان ادخل بيها مسابقه اجمل ورده. فطبعا الراجل الغني ده اعجب بيه قوي وفرح وقال له معقوله؟ ده انا بشوف الاطفال يقطعوا الشجر ويقطعوا الورد ويرموه، ولو دخلوا على جنينه يبهدلوها، انت عايز تدخل في مسابقه اجمل ورده؟ قال له ايوه، وانا الورده اخترتها وبقالي اكتر من شهر كل يوم اجي من المدرسه اجي اراعي الورده ديت واسقيها ميه واعمل واراعيها، لدرجه ان كان في ناس هيقطعوا الورده ديت، انا يا عمو حطيتها في حوض ازاز من احواض السمك وكتبت عليه ان الورده دي سامه ممنوع الاقتراب منها. طبعا الراجل الغني قوي دوت انبهر بيه وقال له يا يوسف الزهره دي انا اسميها زهرتك انت، لان انت اللي راعيتها وانت خفت عليها، وانت اللي كمان لما كنت في المدرسه كنت خايف يجي الولاد يقطعوها، ليوسف انا هكافئك وهديك ايه؟ الزهره دي. الراجل الغني دوت كان له حفيد، الحفيد ده كان يخش يقطع في الشجر، يخش يقطع في الزرع، يوسخ الدنيا، ما عندوش اهتمام بأي حاجة خالص. المهم يوسف جه من المدرسة في مرة لقى لوح الإزاز مكسور والوردة متقطعة ومرمية على الأرض. يوسف زعل طبعا، ايه اللي حصل ده؟ انا المسابقة بعد بكرة، ازاي انا مش هقدر ادخل مسابقة تاني؟ الزهرة وقعت، الزهرة اتكسرت، طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قعد جنب البستان يعيط ويبكي. طبعا الناس، بابا قال له خلاص خلاص يا يوسف، ده انت خلاص، ده يعني ربنا عايز كده، والسنة الجاية خش المسابقة. فطبعا يوسف كان بيحلم كل يوم لمدة شهر يا جماعة ان الزهرة بتاعته دي تخش المسابقة، وان المسابقة دي تبقى ايه؟ ديت اللي هيبقى هيطلع فيها باجمل زهر. المهم الراجل الكبير في المقام وفي السن ده قال له انا حفيد غلط وهو اللي قطع الزهره ديت، وانا لازم ان انا ايه يا حمزه الزهره ديت لازم اعوضك عنها. تختار دلوقتي اعوضك بفلوس ولا اللي تاخد اي زهره تانيه من البستان؟ فقال له لا انا مش عايز اي فلوس، انا عايز ايه؟ انا هاخد زهره تانية، هختار زهره تانية منين؟ من البستان. تمام. طبعا هو كان مختار زهره حلوه جدا يا صحابي، صح؟ دلوقتي هو هيبقى الزهره اللي هيجيبها مش هيبقى حبيبها زي الاولانيه، الاولانيه ابتدى يراعيها وهي صغيره لغايه ما تكبر، وكان داخل بيها مسابقه، وكانت صورتها تيجي في الجرنان ان هو ولد كويس بيحافظ على الزهور وكمان بيخش مسابقه بالزهره دي. المهم يشاء القدر ان الراجل يعمل ايه يا عبد الله؟ الراجل اللي هو صاحب البستان يقول له طب فين الزهره اللي انت بتحبها؟ قال له مكسوره وهيت. المهم قام واخد الزهره ديت وراح بيها
عمل طريقة معينة كده، حط شوية طين على جدار الزهرة، وربط الزهرة بكيس بلاستيك بمية وربطها، ووصل الزهرة بقلب الجذع بتاع الشجرة، وحطه في فازة تانية جديدة حلوة ازاز، وقال له ان انت الزهرة تفضل الزهرة بتاعتك دي. بالرغم ان الزهرة كانت تعبانة او مكسورة او باين عيلها اللي هي مش قوي، لان هي لسه ما دبلتش، بس دخلت المسابقة ماشي وكسبت، وبقت زهرة يوسف دي اجمل زهرة في البستان. عجبتكم الحدوتة ولا ما عجبتكوش؟ لا حلو. انتوا عارفين ان يوسف بيعلمنا يا صحابي ان احنا نحافظ على الورد، نحافظ على الزهور، لان دي زهور بتحس زينا، مفروض ما نقطعهاش، مفروض احنا كده بنموتها. حتى لو خدنا زهرة ولا حاجة نبتدي ان احنا نحطها في مية ونراعيها لحد ما هي تدبل، مش تيجي الزهرة نقطفها نرميها كده كده، لازم هنقطف الزهر، بس لازم نقطفه في ميعاد معين. ماشي ماشي يا عبد الله. دلوقتي وانت في المدرسه، في زهور في المدرسه ولا لا؟ في زهور في المدرسه، في فازات فيها زهور عندكم في المدرسه. هل انت لو حد جه يقطع الزهره دي من الفازه انت هتسيبه يقطعها بعد ما سمعت القصه دي؟ هتقول لاصحابك ايه؟ يا عيب، المفروض احنا ما نقطعش الورد، الورد زينا بني ادم بيحس وجميل، واحنا لازم نحافظ عليه، لان النظر اليه بيدينا يعني بيدينا حياه سعيده، بيدينا راحه نفسيه. حتى لو احنا زعلانين وبصيت في وش في الورده تحس ان انت مرتاح. مش بيحصل كده؟ انت في عيد الام مش جبت لماما ورده؟ ليه اخترت ورده؟ لان الورده جميله حلوه زي ماما بالظبط. يلا نقول لهم باي سلام، هنشوفكوا تاني ان شاء الله في حدوته جديده معانا عيله محمد جوده. وباي اصحابي، سلام سلام، يلا.